انا سعيد بوجودي بقصر رئاسه الجمهوريه الجزائريه مع الرئيس الصديق العزيز انا رئيس المجلس الوطني لجمهوريه كينيا ووزير خارجيه اسبق لقد سلمت رساله خاصه من طرف رئيس كينيا ويليام روتو لفخامه الرئيس الجزائري خلال هذا اللقاء تحدثنا على امور تخص تطوير علاقات الصداقه وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجيات والوسائل التي تسمح لنا بتطوير العلاقات بين البلدين لقد تحدثت مع فخامه الرئيس واكدنا على موقف البلدين فيما يخص الاتحاد الافريقي وحرصه على عدم وجود اي دوله تحت الاحتلال وان كل الدول الافريقيه متساويه كما ينص عليه الميثاق الاتحاد الافريقي واخيرا يسعدني ان فخامه الرئيس اكد دعمه لكينيا بالفوسفات والاسمده كما تعلمون ان كينيا بلد زراعي ويحتاج للكثير من الاسمده ان سيد الرئيس يدعم برنامج المساعدات والاسعار التوافقيه واكد لنا ضروره تعزيز التعاون بين البلدين وهو ما يمكن كينيا من تصدير منتجاتها من شاي بن وورود ويسمح لنا من استيراد من الجزائر المواد البتروليه من نفط وغاز واسمده ومواد اخرى <applause>